معايا اليوم كنتواجدوا في جماعة تيلوغيت بطلب من جمعية تمازيغت، وحنايا كجمعية مغربية لرعاية الصحة كنضموا هاد القافلة ديال يومين، يوم 13 و14 ماي. كنتواجدوا هنايا بحيث كاين الناس اللي فريمون محتاجين. دونك مثلا البارح درنا تقريبا 600 مريض اللي استفدوا من الأدوية، من أشعة، من اختصاصات متعددة. وكاين ناس اللي اضطرينا اننا ارسلناهم مستشفى ديال ازيلال عن طريق مندوب وزارة الصحة ديال الاقليم اللي مشكور من هذا المنبر. وما كنقدروا ننجحوا هاد العمل الخيري وهاد العمل الاجتماعي الا بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن. تستفد منها الساكنة ديال هذه الجماعة اللي هي في واحد الحالة، يعني واحد الخصاص مثل هذه الحملات. هذه حملة اللي فيها تقريبا جميع التخصصات واللي نظمناها بشراكة مع وزارة الصحة، المندوبية ديال وزارة الصحة في أزيلال، وكذلك بشراكة فعلية ديال مؤسسة محمد الخامس للتضامن اللي عطاتنا ووضعت رهن الإشارة ديالنا الوحدات الصحية. هذه الوحدات اللي كتمشي مع السياسة ديال تقريب الصحة من المواطن، واللي كتعطينا واحد القيمة مضافة لهذه الحملة هذه. إذا في خلال هذه الحملة اللي كتدوز على يومين، الجمعة والسبت، غادي نحاولوا اننا نشوفوا تقريبا ما بين 1200 حتى 1400 مستفيد، بينهم اطفال، نساء ومسنين، اللي غادي تعطينا بالفعل واحد النظره على الحاله الصحيه ديال الناس في هذا المنطقه، واللي هما في اشد الحاله، في اشد الاحتياج لمثل هذه الحملات هذه. إذا الحمد لله الظروف كلها مناسبة، ومندوبية وزارة الصحة حتى هي يعني ساعدتنا في هذا النطاق هذا. كاين بعض المرضى اللي كيستحقوا انهم يكون عندهم واحد التتبع، فهادو كنرسلوهم للمستشفى الاقليمي باش يمكن لهم يتبعوا العلاجات ديالهم. هذه الحملة الطبية المتعددة الاختصاصات تم التشخيص ديال شي حالات اللي حرجة، اللي خدات بزاف ديال الوقت باش يتم التشخيص ديالها. مثلا بحال هذا الصباح تم التشخيص ديال واحد الوليد عنده ثقيبة في القلب، شحال هو كيجي على تعفنات متعدده، وداك الشيء تم التشخيص ديالو. دونك راه صيفطناه يدير التلفازه ديالو ديال القلب في اقرب الاجال. كذلك تم التشخيص بالنسبه لهاد البنيته، هذه عندها عامين ونص، جات بالنسبه للالم في الصدر، فاش درنا لها الراديو اللي دار هنا سور بلاس في القافله، لقينا بحال هكا لقينا عندها كيست في الصدر ديالها. دونك حتى هي غادي تمشي في اقرب الاجال. كاينين بزاف ديال الحالات، هي ماشي هادو فهمتي، كاينين بزاف ديال الحالات. دابا يلا هادي واحد 10 دقائق جات عاوتاني واحد البنيسه في واحد الحاله حرجه، واحد الالام والردان وداكشي، لقينا عندها فاش دارت التلفازه هنا في القافله سور بلاس، لقينا عندها حجيره في المسالك البوليه. دونك صيفطناها للمستشفى ديال ازيلال لانه هو اللي قريب لينا لهنا وغادي يقدر ياخذ الحاله ديالها باش تلقى العلاجات المناسبه. وكاين الحالات اللي كتكون بسيطه اللي تلقاو اللي خداو الادويه ديالهم هنايا في القافله، ودونك هذوك المشكل ديالهم بسيط، ولكن الحالات الحرجه هادو هما اللي تستدعيو التدخل ديال القافلات الطبيه، واللي محتاجين هاد القافلات المتعدده الاختصاصات. Cette occasion, déjà, je me présente. Je m'appelle Daoud Ali Mohamed. Je suis radiologue en formation donc, au Maroc, et notamment à la faculté des Rabat, faculté de médecine des Rabat. Je fais donc ma spécialité de radiologie. Donc
actuellement. Je me retrouve ici dans le village de Tilougout pour en fait une caravane médicale qui a été organisée par l'association marocaine pour la santé, pour la protection de la santé, en collaboration bien sûr avec la fondation Mohamed V. Donc pour moi c'est une occasion donc d'assister parce que il m'a été proposé donc de participer et donc j'étais volontiers et donc je voudrais bien sûr participer. Non seulement c'est une expérience pour moi et c'est une évidence parce que là je vois que bien sûr à cette occasion je vois beaucoup de pathologies bien quand on fait des échographies on observe des cas intéressants bien sûr oui pour nous pour le malade bien sûr pour le patient parce que on arrive à faire quand même des diagnostics de certaines pathologies qui sont quand même endémiques fréquents dans la région. Parfois, bien sûr, ce sont des pathologies que le patient n'a pas de symptômes, de signes cliniques, mais là, on découvre fortuitement à l'imagerie. Parfois, bien sûr, ils ont de signes cliniques et on arrive à faire du diagnostic. Et ça, je pense que ça aide le malade. Et pour nous aussi, c'est une expérience. كرهناش هاد القافلات المتعددة الاختصاصات تكون بزاف ديال المناطق وخصوصا المناطق النائية اللي ما عندهمش التغطية الصحية واللي صعيب انهم يكون عندهم طبيب سور بلاس